مكسرة حتى مقصة حتى مقصة حتى يتركم الطيب لا ينحرف لا بسبب والدي والدته ونختاركم اللي تو تكلموا بلياقة أكثر وما دعتكم ولانا ما سمعته ما سمعته قلت لي قلت لي عفوا شلون انت ما قلت الناس ما قاعد ياكم باصلوا كان اكراج والمال المهم هنا تجي انت تتحمل المسؤوليه للابوين اذا للاسف قدنا هذا الاتصال ونستغل مكالمه ثانيه الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا تفضلوا مرحبا براس وخير ما شاء الله من معانا معك عبد الله من البيضاء عبد الله من نايم متصل من وكشوف اه تفضل مرحبا بك عبد الله موضوع حلقه اليوم تكلموا عن انحراف الاطفال عندك مداخله ولا شيء تبغى تقوله حول الموضوع اليوم والله الاطفال والله الا خاسرين تماما على خاسرين نفس نتيجه لكثره اللي قالوا سيبه في الشارع ولا ما ترى يعرفوا لهم شيء احترام الكبير ما ترى خارج نحن كنا نعرفوا اي رقاش قد يوم باقي الشيرين نشوفه معدل الشخاص في الشارع اصلا ذاك ما كان ما تخالق عاد رقاش يوم باقي الشيرين شو هلوه تود دقيقة معناه هنا تيا الدلال الزائد للاطفال هو السبب في انحرافهم وقلة قاعد الدلال الزائد حتى وعادوا منتشرين اللي قالوا بيع الحبوب في الشوارع وعاد شاشرة صغيرة انت تعاقب مع واحد منهم يكمي ما فات عاد عنده 12 سنة وهو مثقب ليش عندك على من المسؤول هنا الأسرة أو المجتمع الأسرة الأسرة والتعليم الأساسي مولي معناها علينا المدرسة هنا لم تعد مؤسسة تربوية بما أن الطفل عاد منحرف بما أن الطفل عاد منحرف فم مشاكل كثير قال التعليم خصوصا اللي قالوا مدارس الدولة عاد الناس عاد ياس فيه كامل ما قالوا القراية وبالتالي لا حد عنده مقدرة يقدر يدير التلاميذ يدير أولاده في مدارس حرة يخلص عنهم والله ما أدري عادوا في كل المدارس الأخرين فهم فوضى يلا الدولة تعرف هالشيء ويلا الناس كاملة ترجع لحالتها الطبيعية القديمة تلك ينبطوا حتى يؤدبوا حتى يعرف لهم شيء هذه هي الحيلة اللي قد الناس تأتم بها لتلك إنقاذ الطفل المهدد بالانحراف مسؤولية من يا ترى بالنسبة لك أنت؟ أنا واحد لأنه مسؤولية المجتمع كامل بعد لأنه عدم تناصح عدم نهي عدم كلها وصوف عاد ماشي مخلي ولاية مسيبة الأسرة والمجتمع هم اللي عاد بينه ياسر من المشاكل هو من نفسه وروسه هو اللي ما فيه التلحامل من الملاحظة عنك تشوف طفل عنده 5 سنوات مشري له هاتف من أحدث الهواتف ومشري له لابتوب هذا تعتبره تدليل زائد او من احتياجاته هو ولا شنو؟ ما ولا تدليل زائد هذا اخباره منه هو الشيخ راك عنده 5 سنوات ولا 6 اخباره من يدخل التواصل الاجتماعي واخباره من يقعد عنده واتساب واخباره هو شاشه صغيرين قلنا كنا عندنا ناخذ عليهم الشيخ عنده 6 ويتان هو لاصق في المرأة قلت له بده يدور رقم تليفونها شنو الخاتم قاعد ما ترى ما ترى ما ترى وعدتونا عليهم لا تيسير ان شاء الله سوف يلا يعرف إذا شكرا لك مرحبا بك مرحبا إذا شكرا لهذا المتصل على هذه المداخلة القيمة شكرا لك على الاتصال هل نستقبل مكالمة ثانية ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم تفضلوا عليكم تفضلوا مرحبا بكم أنا معانا الو نعم السنتركم تفضلوا الو تفضلوا معكم سامعين عليكم وعليكم السلام تفضلوا نعم تفضلوا مشاهد الو إذا نستقبل مكالمة ثانية ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل مرحبا بكم من معانا شحال ما لباس ما شاء الله تفضل أعطينا اسمك
الحضرامي. حضرامي منين متصل؟ نواف شور. تفضل حضرامي، مرحبا بك. ايش حالك؟ من لباس لك؟ ما شاء الله الحمد لله. موضوع حلقتنا اليوم اللي هو انحراف الاطفال، عندك مداخله او شيء تبغوا تقولوا حول موضوع الحلقه اليوم؟ والله تفضل. يقولوا الشاشره خاسرين في الحقيقه، ياسر من الخساره. اللي مخسرهم اماتهم والمدرسه اساسا. فلماذا تحمل مسؤوليه هون لخساره التركه لاماتهم وباتهم ومال؟ لان البولي قلت لي يا ربي يشير، قلت لي يصحى والله، قلت لي ينظف والله، قلت لي عدله. تقوم امه تدافع عنه وتعود لابد دار انت تشري له ياسر من السايد، تشري له تليفونات الماهيان. لا اذا للاسف فقدنا هذا الاتصال اللي جانا من الحضرامي. شكرا لك بعد على المداخله القصيره، شكرا ونستقبل مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مش حالكم ولا لا؟ ما شاء الله لباس ما شاء الله. الو. نعم صمت لك، من معانا؟ مش حالكم ولا لباس؟ ما شاء الله تفضلوا. معك عمر. عمر من منين متصل؟ معك عمر. من منين متصل؟ معك عمر. من منين متصل؟ متصل من كهيجي. مرحبا بيك، مرحبا به الكهيجي، تفضل. كهيجي. متصل من كهيجي. تفضل. الو. نعم نصنت لك، شوف موضوع حلقتنا اليوم اللي هو انحراف الأطفال، عندك مداخلة أو شيء تبغى تقوله حول موضوع الحلقة اليوم؟ نعم؟ للأسف قد نهاية الاتصال جانا من كهيجي، نستقبل مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ما شاء الله لباس ما شاء الله، من معانا؟ ألو. نسان ترك تفضلي، معانا تفضلي. متصلة من الضاع. مرحبا بك، متصل اسمك. مريم. مريم مرحبا بك، مرحبا بأهل طار، تفضلي مريم. مرحبا سرد، تقولي الانحراف اللي يتم يزال من العلايات من الرجال اللي يمشوا عن تركتهم. نعم في متصل حالا قال على العلايات الامهات هم اللي مسببين انحراف الاطفال بسبب الدلال الزائد، على انكم خسرين تركتهم ذاك وخلاهم يعودوا فاسدين. اللي قال عندكم واحد. والله يا العلايات اللي هما جينا داخله الحين يا غير مسكين الرجال اللي كنا نخلي التركه ما وصل. أكيد من المعروف على أن التركة لين يفسدوا فما لا سببها التفكك الأسري. يا غير هما فيش من التركة يعودوا يعانوا من ظاهرة التفكك وفي نفس الوقت ما هم منحرفين داخلين محاور وقارين. قلت لك كيما قلت أنت علنا سبب مشي الآباء عن أولادهم وقلة تربيتهم هما اللي خلاهم ينحرفوا. قلت لك علنا فيش من التركة متعرضين لظاهرة التفكك الأسري وفي نفس الوقت ما هم منحرفين داخلين محاور ويقرا. والله والله ياك خالد مني. ياك خالد ما شاء الله وخالد التركه الفاسده وخالد التركه الصالحه. عندك علينا تدليل الاطفال الزائد. بالنسبه لنا احنا هنا تجي على العالم مدير الروايه، لا ماشي الرجال على العنايات هو اللي يعيشين. هو عندك لكن. عندك علينا شنو هو الحل؟ من يمكنه تقديم حلول؟ يمكن الحل انه يتم يتصل مع تركتهم يتم هم اللي عارفين انهم شي شوارع يتم يعرفون يمشي يجوم يطلعوهم. اذا صار شرط هي المسؤول على المرأة كاملة. لما هو شرط هي ما عصمتهم صار رجال ما يقضي مدة الزمن كامل وهما مع تركتهم. شرط هي ما هي شرط معاها هي غير بعد ياك انت تجي تركتك تطرح على الجبال وتسلفن لهم ويعرفوا عنك فمت اياها وموجود. يا شوقي يلا الام تعتني بتركتها يسوى قاعد بدون وجود الاب. لا بقى على مصيره. والله والله لا قصص هي قاعد حضاري بعد الام قاعد يلا تشرف. اذا شكرا لك. شكرا لك. مرحبا بك. اذا نشكر هذا المتصل على هذه المداخله ونستقبل مكالمه ثانيه.
الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي مرحبا بك. السلام عليكم. تفضلي من السنتوري. وعليكم السلام. معكم متصلة من كيفة. متصلة من كيفة، اسمك؟ توتو. مرحبا بك ومرحبا بأهل كيفة. توتو، انت شنو رأيك في انحراف الأطفال؟ عندك علم من هو المسؤول؟ الموضوع مهم جدا. شكرا لك. بالنسبة لي نقول المسؤولية يتحملوها الوالدين ويتحملها المجتمع، يتحملهم اللي قطاع الدراسة اللي هنا في الوقت. الوالد لأن الوالدين عادوا خسروا أولادهم يا واجهة. تشوف الوالد عطي ياسر من دمول ما يرد نظر ياسر. تشوف كيف رجال الأخ أبوي تلفونات واتساب وياسر لما تشوف يدخل عنده 5 سنوات وعنده الظروف اللي هي هي ياما. ودا ماله دا ذاك ودا الوالد دا يصحح له طلب ولا في كيسه. ترحق الوالد تقول له تقول انه هو دا شاب في كيسه دا كامل وتلفون وهذا دا كذا. ودا فجابر هو دا عم دا ذاك ويحفظ يتقرا. الوالدين مدعي يا أم الوالدين وانا دائما مهتم بأولاده حتى ودا يمشي عنهم جاي في نادنا بوجهه في الأخرى. مش الوالد براسه وخلي السلكة مع سعارك ومش تسووش ويبدو في اثناء يلا بعد الوالدة لين يسرى الوالد لين ينصح شاجرته عن الشي خاسر، لا تخليه ينصح مو أبوهم بعد في نفس الوقت. وفي نفس الوقت هم دي المعايا وداتها شبر شي من السلكة ومربي الحمد ويداتها الأسرة. ما يشبروا حد شي من السلكة ومربي في الأسرة الحمد ويداتها قايرين يقف المدرسة بيلي ما هم إناية في المدرسة هم تيام الأساسي ومن الإدارة ومن بيع التلاميذ بها. لا يخسر هو لك هو عاد تعلق بشي من التلاميذ الثاني المرحلة أصدقائه هو يقدمه ياسر مسك السبياريس وشو هو يرجع للدار عاد عنده شنو الأفكار الثانية يفاتقها معها مشوار المدرسة. نعم لا ذاك هو اللي يلا الوالدين يطرحوا الرقابة التامة على أولادهم على صحبتهم والترك اللي يمشوا معاهم، رفقة السوء هي أخطر شيء لإجبار الشر. إذا شكرا لك. صحيح ويلا رابطة بيع التلاميذ اللي متعلقة بالدراسة والمدير من نفسه والأساتذة إذا شافوا إذا للأسف فقدنا هذا الاتصال. شكرا لهذا المتصل اسمه توتو، شكرا لك على الاتصال، مرحبا بك، نستقبل مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا. معكم متصل من نواكشوط. اسمه محمد ولا محمد؟ محمد. محمد مرحبا بك، تفضل. محمد تشرف. محمد. محمد شو تقول في انحراف الأطفال؟ ماني المسؤول؟ قلت لي. نعم. المسؤول لا الشوارع والمدرسة بالأخص هي اللي يترقى فيها الطفل زم رقابة ناقصة. الشوارع ما هي اللي تربي الأطفال؟ هي بعد اللي تربي هي بعد اللي الأطفال عندهم أهالي مسؤولين عنهم. عندهم بعض أهالي غير الأهالي ما هم مراقبين لهم في الشوارع. هم الأهالي غير بدهم تنطاح عليهم الرقابة ياك تربى وتركة. هي اللي في الشوارع. اللي في الشوارع. محمد. في الشوارع قلت لك شيل. محمد هم الأهالي لا بدهم تنطرح عليهم الرقابة التامة بعد قاع ياك بعد قاع هم نفسهم يطرحوا الرقابة على أولادهم. إيه يلا بعد. كيفاش؟ هو طفل هو مسيكين هو اللي يخرج الشارع ليش ما يخرج اصحاب السوء ما عنده شيء. يا الله اهله يا كردو عنده اصحاب السوء والله. عندك راي ثاني؟ يا الله هو يعرف قاع هو يخرج شواعد يعود يعرف هو شواعد يعرف اصحابه من هنا. جيد. معناها انك تتحمل مسؤولية هون لمن؟ يتحمل المسؤولية طبعا لا على قلت لك لا هو اللي ايه ذاك الرأي رجعت له الدواء. إذا شكرا لك على المداخلة. شكرا. إذا شكرا محمد على هذه المداخلة ونستقبل مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم.
الو السلام عليكم. رأيك تفضلوا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. معك الحضرامي قبل انقطاع. الحضرامي المرة الثانية، مرحبا بك، تفضل. الله. أنا دايما نقول لك ألن ألن التربية الأولى للطفل هو الأم. لماذا أنتم الرجال تحملوا مسؤولية التربية للنساء فقط؟ لا، الراجل نسبة، الراجل نسبة 50% من الموريتانية معي هون كاع، ما تجبر كاع معي. منين؟ معي الشير. منين قاسوا؟ لا، اللي خارج واللي مريض واللي ما سمعت راه كاع وشو. ويجي جاي شهر واحد ولا شهرين. معي الشير. معناه المربي الأولى هو الأم. ولا نقول لك أن خسارة الشير من أمه. أولا. قالوا هذا بعد التحصيل. هاول عليها تأتي لين تسميه الشير ولين تصحيه ولين تلاقي توجيه ولين تلاقي توجيه وهو ما قد يتوجه ما قد يوجهته بين الأم تناهرته وهو عنده تليفونات وهو عنده الواتساب وهو عنده الأمور داخل قاع أمور ما هي أمور ما تتعلق قاع بالشاشرة وهو يلا انتم الرجال تاخذوا الجناح شوي المرة تعرفوا على انها خايفة على تركتها مسكينة ما تبقى الشيء الحق خلاقه. اذا شكرا لهذا المتصل يبان قطع بيننا معه الاتصال ونستقبله مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. عندنا صباح الخير. نعم معك صباح الخير، تفضل. شحالك يا لباس؟ ما شاء الله لباس ما شاء الله. دور نتكلم عليك صحابي يدي. تفضلوا معاكم من برنامج مباشر، تفضلوا. ايوه دور نتكلم على الصحابي هذه. تفضلوا. شرح المتصلين للتلفون يتلفون لن يعود على جهاز الاتصال. اذا مشاهدي الكرام لا هي نبقى مع فقرتنا الصحيه اللي عودناكم دائما ان نعطوكم في البرنامج. البرتقال نوع من انواع الحمضيات وهو مصدر ممتاز للفيتامين سي، ويساعد الفيتامين الذي يوجد في البرتقال على امتصاص الكالسيوم بالجسم، كما انه مصدر للصوديوم والنحاس والكبريت، لذا ينصح باستعماله يوميا. يعتبر الموز فاكهة الرياضيين بامتياز، وذلك لاحتوائه على نسبة مهمة من الكربوهيدرات، كما يحوي على المعادن وهو مفيد لصحة الجسم، لذلك ينصح بتناوله خصوصا للأطفال، فهو يساعد على نمو البدني والذهني. للتفاح فوائد كثيرة جدا، سواء كان التفاح الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، ويجب أكل التفاح يوميا للحفاظ على صحة الجسم. فالتفاح مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، وهو أيضا فاكهة لذيذة ومن السهل دمجها في النظام غذائك اليومي. يحوي العنب على عناصر غذائية مهمة جدا بجانب بعض المعادن الضرورية الهامة جدا، فالعنب يعالج الإمساك وعسر الهضم والإرهاق واضطرابات الكلى، لذلك ينصح بشرب كوب من عصيره يوميا. إذا مشاهدي الكرام لهنا رجعوا لموضوع حلقتنا اليوم سابق يوم في الوقت اللي هو انحراف الأطفال. التربية هي بناء ورعاية وإصلاح وحرص على تنمية مدارك الأولاد والتدرج بتعليمهم الخير وإبعادهم عن السوء منذ الصغر حتى البلوغ، لذلك اعتني الإسلام برعايتهم وحسن تربيتهم، لأنهم أمل المستقبل، ويرجع حرص الآباء والأمهات على توجيه الأبناء على التوجيه السليم لينجحوا في حياتهم، حيث حمل الإسلام مسؤولية تربية الأولاد على عاتق الوالدين والأقارب، لأنهم المؤثر الأول في التربية. ولكن قد يشكو الكثير من الآباء والأبناء والأمهات من الانحراف أبنائهم وميلهم إلى الفساد وفعل المعاصي وعدم الاستماع على النصائح والإرشادات والتوجيه. إذا مشاهدي الكرام لا نستقبل هذه المكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم، تفضلوا. الو تفضلوا من صنطوركم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، مرحبا، تفضلوا. هذا البرنامج زين ان شاء الله. شكرا لك.
شلت بعد شوي عن جهاز التلفاز بيفهم تشويش ولا الناس سامعينك بوضوح. تفضل. اذا للاسف يبدو المتصل قطع ونستعرض مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا تفضلوا. كيف حالك يا رجاء؟ ما شاء الله لباس ما شاء الله. يا مرحبا. تفضل. شاكرك على اختيار موضوع العرقة على اختيار المواضيع الممتاز. شكرا لك. معانا. قلت شاكرك على اختيار موضوع الحلقة الممتاز. شكرا لك. اعطينا اسمك. اسمي احمد. احمد تفضل. وانت الهين من الامارات. مرحبا بك ومرحبا بالجاليه الامارات كامله تفضل. واو الحقيقه انه من اختيارات مواضيع احنا بحاجه له. بحاجه لمحاربه انحراف الاطفال. بالنسبه لك انت من المسؤول عن انحراف الاطفال؟ من المسؤول؟ من تحمله المسؤولية؟ الأسرة أم المجتمع؟ أنا ما نحمل المسؤولية محمد هاري أبوي، لكن المسؤولية الأكثر محمد هاري. لماذا الجميع يحمل مسؤولية انحراف الطفل للأمهات؟ وكأن الأب ليس له دور في تربية أولاده. يعني محمد هو المسؤولية لأن نطلع من الشأن منه. والله مهمنا واقف على كل حال انها ام. لا لاني حقيقه كان كنت البعض من المتصلين يقول بان التدليل الزائد للامهات لاولادهم هو السبب في انحراف. ما هو التدليل الزائد؟ هو التدليل الزائد ربما قاعد هو يساعد في علاج انحراف الاطفال. عندك علم؟ ما في طفل يدل تدليل زائد يقدم النور عنه انك تفتح طريق السوق. هو فعلا بحاجه للتدريب جاي الناس ما ينحرف لكن ظل نقص من عدم لم هو جاي الى عاد الراجل الوارد له على كل حال يحاول يعالج الاطفال ويضربهم يقول لهم واسع عدل وياك ما ينحرفوا وما تساعد لهم يقعد هم الطرفين يساعدون الطفل انحرف يقدم 24 ساعه لازم الطفل ولهو ربما قاعد يعود يفوت سنتين وثلاثه ما يجي. عندك علن عدم تواجد الاب باستمرار. لا نعطيك دليل عليه، لا نعطيك دليل. على كل حال هاك راجل يتزوج امراه وطلقها ويمشي عنها. تعجب هي تربي الابناء بدون الراجل هو ما يرجع، الراجل قاعد يسول عنهم من يوم مشى عنهم. جيد. لكن لا تعود هي امراه صالحه تربي الابناء تربيه على كل حال اصلح من تربيه الرجل. جيد. عقبه. شكرا لك على المداخله. انا واقعيين خلينا واقعيين وراني ماني مستحي ماني مستحي اني جاير اني مستحي برمى. هذا رايك انت الشخصي رايك انت الشخصي هذا رايك الشخصي هذا طبعا راي شخصي متواضع. نعم جيد شكرا لك. وتوفيق شكرا شكرا لك. مرحبا بك. إذا نشكر هذا المتصل على هذه المكالمة. مشاهدي الكرام لهنا قبضوا آخر مكالمة في الحلقة اليوم لأن الوقت عاد يداهمنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شحالك يا لاباس؟ ما شاء الله من معانا. ألو تفضلوا تفضلوا من معانا. أنتم آخر متصل معانا في الحلقة اليوم. البرنامج معك سيدي علي الابراهيم. سيدي علي منين اتصل؟ سيدي علي انقص عنك التلفزه شويه تسمعنا بوضوح. المتصل من نواكشوط هون تفرق فينا. انقص التلفزه شوي. انقص التلفزه لو سمحت. انقصتها انقصتها. ايوه تفضل. هالبرنامج زين ما شاء الله. المسؤوليه دائما تحمل هون في المسائل العليات لان
العليات هم اللي الراجل يمشي عند العمل يمشي لود العمل والمرأة هي اللي تبقى في الدار عاد لا بد لها من هي اللي تتحمل مسؤولية الشاشرة وضياع الشاشرة واحتضان الشاشرة معناها عن المرأة هي اللي دائما محملة المسؤولية. إذا للأسف قدنا هذا الاتصال مشكور طبعا على هذه المداخلة شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الخير والتي قدمتها لكم مباشرة من استوديو قناة شنقيط. هذه تحيات فريق العمل على الإخراج خديجة متحمد المختار وعلى الصوت صغير والكويم وعلى التصوير جدو محمد وسيدي محمد والمحمود وأحمد يحيى والإبراهيم وعلى البرمجة والبث باب والودعة. وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم باتم محمد رارد. دمتم في أمان الله.